إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد خلق الله الإنسان حرا، وخلق بني آدم أحرارا، ليسوا بعبيد للعبيد، وهذا هو الأصل فيهم. والله عز وجل أعطى الإنسان إرادة ومشيئة واختيارة، فليس العبد مجبورا على عمل، وإنما هو حر في اختياره ومشيئته. وبناء على هذه الحرية في الاختيار والمشيئة يحاسبه الله عز وجل. فلو كان العبد مكرهاً مجبراً لا حرية له في الاختيار، فإن الله لا يؤاخذه على أفعاله. إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا فقد العبد حريته في العمل ومشيئته في الاختيار، فصار مجبراً مكرهاً لا يؤاخذه الله، فيكون الإكراه عذراً له في هذه الحالة فلا يأثم. وأما ما عمله باختياره وحريته ومشيئته فإن الله تعالى يحاسبه عليه. وقد جاء الشرع بتحريم بيع الحر، ومن الكبائر أن يبيع حراً فيأكل ثمنه. وقد جعلت الشريعة للرق أسباباً معينة ومسارات خاصة، فمن تعداها فباع حراً فإنما يأكل في بطنه نار جهنم. وقد استعبد بعض البشر بعض عبر التاريخ، كما فعل فرعون مع بني إسرائيل. وقد امتن الله على بني إسرائيل لما نالوا الحرية بعد استعبادهم، وقد ذاقوا ذل العبودية لفرعون وقومه، فقال سبحانه: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وكان فرعون يمن على موسى أنه لم يستعبده كما استعبد قومه، فكان رد موسى: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، فأنا واحد وقومي هؤلاء جميعاً، فأين منتك علي في أن لم تستعبدني وأنا فرد واحد، واستعبدت قومي على كثرتهم وعددهم؟ وجاءت الشريعة الإسلامية بوضع الآصار والأغلال، فهي شريعة تخفيف ورفع للقيود الشاقة. ولذلك نجد فيها تخفيفاً في أحكام المكره، كما قال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولا تستقيم حياة الإنسان إلا إذا كان عبداً لشيء واحد وهو الله عز وجل. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
فالعبودية لله تعالى فقط. وعندما يصبح الإنسان عبدا لله يتحرر من أسر المخلوقات. عندما يصبح عبدا لله فإنه يكون في غاية الحرية في نفسه. وكذلك فإن الصحابة لما خرجوا لفتوحات البلدان كان قائلهم يقول: لقد ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وقال عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وقال علي رضي الله عنه: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. وأهل الكتاب نعى الله على عامتهم أنهم يكونون عبيدا لأحبارهم، فقال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ولذلك كان أعظم البشر الأنبياء، مدحهم الله بالعبودية له، فقال: واذكر عبدنا أيوب، فقال: واذكر عبدنا داود، وقال عن أيوب: إنا وجدناه صابرة. وهكذا عباد الله المتقون، عباد الله الأخيار، ونبينا صلى الله عليه وسلم رأسهم، وصفه الله بالعبودية له. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وهكذا